مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مجددا من شركة الـ EDM. لنقدم لكم نظرة عامة عن برنامج النوريا ERP. حلقتنا حتكون عن الـ Payment Voucher، بس قبل ما أبدأ بالـ Payment Voucher بحب ألفت انتباهكم أنه الـ Payment Voucher ممكن نستعمله لشغلتين. أول شغلة، إذا كنا عم نعمل Payment Voucher directly لـ Vendor أو Supplier، أو إذا كنا عم نستعمل البيمنت فوتشر إذا كنا عم ندفع لإكسبانس أو عبء معين. حلقتنا الحالية حنتناول فيها كيف نعمل بيمنت فوتشر، بندخل بيمنت فوتشر ل دايركتلي لافندر، وبحلقة قادمة بنحكي عن البيمنت فوتشر على إكسبانس أو عبء معين. أنا دخلت على السيستم از ادمنستريتور لنشوف كل الأوبشنز اللي موجودة بالسيستم. اخترت الاكونت بيابل وفتت على البيمنت وحطيت اد وطلعت لي هالسكرين. بالبدايه طبعا البريفكس قلنا انه اذا عندنا مالتي برانش كومباني عندها مالتي برانش وبدا عندها مالتي سيريال نمبر، فكل برانش له بريفكس خاص. النمبر هو مفترض يكون لاست سيفد بيمنت بلس نمبر بلس 1. الدوكيمنت نمبر ممكن نستعملها لندخل اذا كنا عاملين البيمنت يدويا على ورقه وعنده الرقم، فبندخل هون رقم البيمنت فاوتشر اللي الورقي وفينا نعمل سيرش عليه من خلاله. عندنا الديت اوف بيمنت فاوتشر، الكلاينت كود، مثل ما قلنا انه الكلاينت كود فينا نبحث عنه باي كود، باي تليفون نمبر، باي نيم، جزء من الكلمة. مثلا أنا فتح أوريدي فتح فندر بسميه تست ماي فندر، هحط كلمة بس ماي، بكبس انتر، بين، بكبس انتر، عفوا بكبس انتر، ارجع كبست غلط، أنا حطيت ماي، انتر، اخترته. إذا حبيت أعرف الـ Statement of Account لهالحساب بكبس F6، بحط الكرسر على الـ Client Code وبكبس الـ F6. بس تأكبس الـ F6 بيطلع لي Statement of Account من أول السنة المالية اللي أنا فيها، الـ Fiscal Year اللي أنا فيها. طبعا في اختار Fiscal Year محددة من Date لDate، في غير. Remark هي لكل Transaction، لكل Payment Voucher. بكون خلصنا القسم تعبئه المربعات الاساسيه بالبيمنت فاوتشر وبننتقل لللاينز. هلا باللاينز في عندنا البيمنت تايب. البيمنت تايب هن عباره عن بيمنتس بنستعملهم بالبيمنت وبالريسيت، وخصائصهم والديفينيشن الخاص فيهم، وكل بيمنت هي بتكون مربوطه باكونت نمبر. بكون بتم تعريفها من خلال السيت اب. اذا كنا ادمنستريتور، اكونت ريسيفابل، بيمنت، هون بنحط كل بيمنت تايب وشو الاكونت اللي تابع له، وبنصير نستعملهم بالبيمنت فاوتشر. مثلا انا بدي اعمل بيمنت باليورو، بدي ادفع على سبلاير باليورو، بيمنت اون اكونت، اوكي حطيت 100 يورو اكزامبل. مثل ما شفنا انه لما نحط ال 100 يورو عم يعطينا الكونتر فاليو بالدولار واللبناني، بالبيز 1 والبيز 2. ممكن مثلا يكون ببلد تاني يكون بيستعملوا البيز 1 غير الدولار، والبيز 2 كمان عملت البلد، ففينا نعمل نحط البيز نغيرهم حسب حاجات الشركة. ومثل ما قلنا انه كل ما نعمل ترانزاكشن عم يحفظ لنا اياها بثلاث عملات، بالعمله الاصليه الخاصه بالحساب، وبالعمله الدولار واللبناني حسب متطلبات شركتنا بلبنان، شركات بلبنان. ممكن ال 100 يورو عملت لي 140، انا يمكن بدي احطها 135 اكزامبل، في انا عدل من هون دايركتلي بالريت اذا كان مسموح لي، وفي غير كمان الدولار، او اذا بدي اعدل على على البيمنت هاي الفاوتشر كلها في غير الريت للكرنسيز من هون دايركتلي من اللوكال ريت،
فيي ادخل وغير الكرنسيز. هي عباره عن الفاليو ديت اذا كان تشيك استحقاقه. ننزل لنفترض كمان بدنا ندفع على تشيك دولار. خلينا ننوعها بعده كرنسيز. اوكي تشيك دولار مفترض انا لما بدي احط البنك اللي انا بدي ادفع منه السبيال اكزامبل بكون انا اوريدي فاتح دفتر شيكات. هلا بنشوف منين نفتح دفتر الشيكات. بس اكبس على تشيكس بيطلع لي تشيكات من الدفتر اللي انا البوك اللي انا بعد ما استعملت الشيكات فيه بعدهم فري. مثلا بنستعمل 102 بحط 250 دولار. اوكي طلعنا الدولار طلعنا التوتال 385. هلا طبعا لما اكبس سيف حتفوت دايركتلي بحساب السبلاير دفع بالحساب وانتهى الموضوع. ومثل ما شفنا انه لا كتبت لا عملت جي في يعني لا عملت لا ديبت ولا كريدت. السيستم لحاله هو بيعمل لي الديبت والكريدت. حنشوف الجي في مثل ما لاحظنا لان في عندنا 2 جي في حطيتها ديتيلز سبلاير مايلي اللي هو الديبت والكريدت اللي هن اللي ظهروا منهم المصاري. وعلى اليمين حيطلع لي الكلاينت اللي انا ثيرد بارتي اكونت اللي انا عم بستعمله. هاي بالنسبة إذا عملنا سيف وخلص. هلا في ناس بيحبوا كمان بلس زيادة إنه يربطوا الدفعة بالبرشيز. يعني أنا عم بدفع لك هالمصاري هالمبلغ هيدا عن هالبندنج انفويسز. لاحظتوا هو أنا حطيتها كنت أوتوماتيكلي. في نشيل الأوتوماتيك في يقول أنا بدي أدفع عن هالفاتورة هالقيمة مثلا في يحدد. وأنا في مثلا بدي أدفع عن الفاتورة بدي أدفع بس 250 مثلا. اوكي في غير وبوقف لان هون 250 حنفترض نغير شوي بالارقام نصغرهم حنقول 100. اوكي في يقول له لود وقفت على السطر هيدا اوكي هون ال 165 وال 250 بيطلعوا 415 اعطاني التوتال هون بينما انا مثلا عم بدفع 235 تقريبا. وقفت على هون قلت له لود طلع لي الفرق وعبيه دايركتلي اوتوماتيكلي هون. طبعا في عنا هون شيء اسمه ديسكاونت. يمكن يكون مثلا رصيد السبلاير مثلا 1025 سنت انا بدي اخصم ال 25 سنت في من هون دايركتلي الغي اعمل لهم ديسكاونت. انتهت البيمنت فاوتشر خلصناها. اذا كنا عم نستعمل الالوكيشن في احملها اذا بدي ثبتها مثلا في ثبتها حد الشاشه هون وفي يحدد عن اي بروجي. اذا كان في عندي بروجي مثلا عم بدفع عنه مصاري وانا بدي ادخله بالكاش فلو او بدي احط له البيمنت عن اي مشروع واعرف شو صار دافع عليه للمشروع وسيف دايركتلي حتتسيف معي الترانزاكشن والبريفيو تطلع معي payment voucher مع الفواتير اللي انا سددتها. وفي اذا كنا عاملين check design بيطلع هون كمان نسخة عن check والكوبي الاصلية تاعت check اللي بده ياخدها الفندر ويمضي عليها. هيك بنكون خلصنا موضوع payment voucher اللي هو directly للسبلاير. كلمة أخيرة إنه فينا نسيفها وكمان بي دي اف ونبعتها باي ايميل إذا بنحبها ناخدها كبي دي اف. شكرا للمتابعة.